بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن اليوم في تفسير قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الخطاب في أول ما بدأ به للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمجتمع: كل يعمل على شاكلته. هذه الآية نزلت بعد الآية التي قال الله عز وجل فيها، الآية السابقة: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إنسان يفرح بالنعمة وإنسان يكفر بها، إنسان تكون النعمة له طريق إلى شكر الله، والنقمة تكون طريق له إلى الحمد وإلى الدعاء والتضرع. وهناك أناس تختلف مشاكلهم ومشاربهم على هذا الحال. فواحد يكون مع النعم جاحد لفضل الله، ويكون مع النقم يائس من فرج الله. هاي صفة الإنسان الذي لم يتربى على الإيمان. إذا أتته النعم يكون جاحدا لفضل الله، وإذا أتته النقم يكون يائسا من فرج الله. فالله عز وجل بيّن لرسوله، قل، احكي لهم حتى يعرف كل إنسان ما هو مشربه. قل كل، وكل الله عز وجل جعلها نكرة، والنكرة تدل على العموم، يعني كل الخلق، كل يعمل على شاكلته. كل إنسان بيعرف على حسب، بيعمل على حسب، على حسب ما انطوت إليه نفسه. واحد انطوت نفسه على الخير فيعمل الخير، واحد انطوت نفسه على الشر بيعمل الشر، واحد مجتمعه شر بيعمل حسب مجتمع، واحد مجتمعه خير كما ورد في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نشأ ببيئة يهودية بيطلع يهودي، نشأ ببيئة نصرانية بيطلع نصراني، نشأ ببيئة إسلامية بيطلع مسلم، فحسب البيئة. في نفسية خيرة لا تقبل النقص وإن كان الأهل على نقص. ممكن أن يكون يهودي لكن فيه بذرة خيرة، البذرة الخيرة الفطرة اللي فطر عليها فيها بذرة خيرة، فممكن يترك اليهودية ويدخل في الإسلام. فهذا ما عمل على ما كان عليه أهله أو والده، إنما البذرة الخيرة التي في نفسه ظهرت الخير فيه. كل يعمل على شاكلته، فالشاكلة يلي هي الطريقة والسيرة اللي هو ماشي عليها. كل واحد بيعمل على حسب السيرة اللي ماشي عليها. فمعناتها كل فرد من أفراد المجتمع له شاكلة تخصه وحده. واحد شاكلته الخير، واحد شاكلته الشر، واحد شاكلته الهداية، واحد شاكلته الضلال. كل واحد على شاكلة. كل يعمل
على شاكلته. فالطريقة اللي اعتادها والسيرة اللي مشي عليها مع أصحابه مع أحبابه أو نشأ عليها بيكون فيها. الطفل بينشأ على الفطرة، نفس خيرة، صادق لا يكذب، مخلص لا يغدر ولا يخون ولا يكذب، فطرة طاهرة. التقى مع رفاق أهله أو جيرانه أو بالمدرسة برفاق سوء بيتحول إلى رجل سوء. التقى برجال طيبين طاهرين، شباب مباركين طاهرين، بينقلب إلى رجل مبارك طيب. فدائما النفس على ما تلتقمي. إذا قال قل لي من تجالس وأنا أقول لك من أنت. الجليس من الجليس يسرق، بيسرق الطباع وبيسرق الأخلاق وبيسرق الميول وبيسرق الأهواء في سرقة الصحبة. لذلك إذا إنسان صاحب أهل الكمال ممكن يكون شرير، لكن بعد مدة بتشوفه صار من أهل الكمال. إنه الإناء الكاسة حطيت فيها شاي تشرب فيها شاي، حطيت فيها زهورات تشرب زهورات، حط فيها خل بده يشرب خل. الكاسة اللي بتحط فيها بدك تشرب. فالإنسان نفسيته ومشربه يلي بيحضر فيه دائما بينتفع منه هذا المشرب تبعه. فمعنى ذلك بالنسبة إلنا نحن بدنا نشكر الله على ما أكرمنا، الحمد لله على ما أنعم وتفضل. دائما الإنسان يميل إلى من يناسبه، دائما الشاكلة الإنسان يميل إلى من يناسبه خلقا وحبا وإيمانا وصفاء أو تعقيرا شرا أو خيرا بميل للمناسب. وإذا النفوس زوجت، دائما النفس تزدوج مع من يتناسب معها بميولها وأهوائها. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى وإني خلقت عبادي، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني مستقيمين ما عندهم انحراف. الحنيف هو المستقيم الذي لا انحراف عنده. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بعدتهم عن طريق الدين، بعدتهم عن الإسلام، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الله أحل شيء حرموه وأمرتهم أن يشركوا بي، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فإذن الشياطين اشتغلوا، في شياطين الإنس وفي شياطين الجن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الإنس من الجنة والناس. الناس كأنه الإنسان اللي بيفسده بساعة الشيطان ما بيفسده بستين سنة. شيطان الإنس أبلغ من شيطان الجن. لذلك الله عز وجل قال يا معشر الجن والإنس، اثنين مخاطبين. فإذا كان الإنسان على شاكلته فواحد بيكون شاكلته منحرف، منحرف، هذا بيميل للخمر وهذا بيميل للزنا وهذا بيميل للفواحش وهذا بيميل للهو وهذا بيميل للضحك وهذا بيميل. كل واحد له خط في حياته بيسلك هذا الخط. فكلها
تحتاج إلى هداية. لذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأرسل الأنبياء لإنقاذ هؤلاء. إذا اجتمع لو قدرنا 100,000 إنسان، 100,000 إنسان بيطلع بينات واحد شرير، بال100,000 بيطلع واحد شرير مفطور على الشر، وبيطلع واحد بينات مفطور على الخير، و998 قابلين للخير وقابلين للشر. انجالسوا أهل الخير صاروا منهم، وانجالسوا أهل الشر صاروا منهم. فالله بعث الأنبياء مشان هالعدد هاد نبذل جهدنا معهم، ننقلهم إلى الخير ليكونوا عناصر فعالين في الخير. أما يقصد المعلمين قصروا، أجا أهل الشر سحبون إلى الشر، مالوا إلى الشر. الإنسان إنسان، الإنسان مثل القماشة، ماشي تحب تفصل جبة بتتفصل، جلابية بتتفصل، بنطلون بتتفصل، ممسحة للأرض بتصير ممسحة. هلأ ماشي شو بتحب تساويها؟ هذا الإنسان، الإنسان صار له خياط واعي بفصلها أفضل تفصيلة، ما صار له ممكن تصير ممسحة، ممكن يعني استعمالها في أمور خسيسة. السبب ما صار لها مين يصححها. فالإنسان إذا ما صار له مربي، إذا ما صار له داعي إلى الله، إذا ما صار له موجه بده يميل إلى الشر. قول الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. رضي الله عنه وأرضاه قال: جالست العارفين بالله 20 سنة، عند الإمام الشافعي، جالست العارفين بالله 20 سنة، قالوا له شو انتفعت منهم؟ قال: كريمتين، كل كلمة ب10 سنوات، كلمتين انتفع من العارفين بالله. أول كلمة: الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك. الساعة ماشي في الزمن، ماشي كسبت فيها الذكر، كسبت فيها الصلاة على النبي، أخذت كلياتها خير. أهملت ولا وضحكت ولعبت خسرتها. الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك. ثاني كلمة: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذا الإنسان حياتك كلها بها الكلمتين، وقت ونفس. الوقت بدك تصرفه في ما يقربك إلى الله، ونفسك بدك تشغلها بالفضائل. هذا الإنسان، الإنسان ممكن ما يستطيع على نفسه. هلا لو سألتكم سؤال: أيهما أعظم في الإسلام، رجل جاهد في سبيل الله وانتصر وفتح بلد، ورجل جاهد نفسه فتغلب عليها، أيهما أعظم في الإنتاج؟ الثاني، الذي تغلب على نفسه. فالإنسان ممكن يتغلب على عدوه لكن ما تغلب على نفسه. فإنسان يتغلب على نفسه أعظم من الإنسان الذي يتغلب على العدو. ممكن تنزل للمعركة، ممكن تقتل 100 واحد وتفتح بلد عظيم، اكتسب بلد، لكن يلي أعظم منه يلي قهر نفسه الأمارة، بتحب اللهو شغلها بالفضيلة، بتحب الجهل شغلها بالعلم، بتحب الغفلة شغلها بالذكر. هذا أعظم
من ذاك الإنسان. لذلك الله عز وجل قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم. قاعد امبارح يا عم مر معي لا إله إلا الله يذكرون الله واذكر ربك في نفسك. الذكر النفسي، الذكر النفسي غير ذكر اللسان. لا ترفع صوتك ولا بتحكي بسرك، ذكر سر، ذكر نفس، ما ذكر لسان ولا حركة ولا شيء، إنما النفس الشاردة إلى الدنيا والمحل وجهت إلى الله، النفس المهملة للعلم وجهت إلى الله، نفس المنهارة وراء الشهوات وجهت إلى الله. هذا الجهاد، هذا الجهاد الأكبر اللي النبي سماه جهاد أكبر، جهاد النفس ما جهاد الجسم والحركة. فبده يجاهد بنفسه الإنسان حتى يتغلب على الهوى يلي هو ضياع الوقت، ويتغلب على الشهوات التي هي انحراف نفسي. فهذا يا ابني المؤمن، فكل إنسان يعمل على شاكلته. إذن نتيجة، تريد ولدك صالحا فتش له عن رفاق صالحين، تريد ولدك مؤمنا فتش له عن رجال شباب مؤمنين، تريد ولدك مهمل تركه بيختار رفقائه يلي بيناسبه على شاكلته. فممكن تكون شاكلته طيبة لكن حولوها من طيبة إلى خبيثة. الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله، ممكن تصير الأرض خبيثة. نعم، إذا رشيت عليها ملح أو خلطت بتراب مالح تنبت؟ ما عاد تنبت. خلطتها بشيء ينافي الزرع ما عاد يطلع. كمان النفس عندها استعداد تطالع الورد وتطالع الفل والياسمين والتفاح، لكن التقى مع رفاق السوء، جالس رفاق منحرفين، فإذا بالنفس انقلبت من نفس خيرة إلى نفس السوء. فالمسلم يحتاج إذن إلى المربي. النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعد منه خلفاء، ترك بعد منه ورثة يرثون العلم والإيمان والهداية والنور والصفاء والعروج يرثوا. فإذا جالست الوارث تأخذ من نورانيته، فبيكون إنسان منحط بصير إنسان عظيم. سيدنا عمر قبل النبي عليه الصلاة والسلام شو كان؟ مثل أبو جهل كان. أبو جهل شو طلع منه؟ ما طلع شيء بالتاريخ. شو عمل؟ أما عمر فتح البلاد وصلوها إلى إيران، وجاء سيدنا عثمان وصلها إلى الصين. فإذن لما جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام طلع منهم العطاء، يعني ما جالس. عمر كان شرير، كان من أقصى الناس، لما جالس ألطف الناس انتقلت اللطافة له، صار يخاف أنه زحلت معزاي على شاطئ الدجلة في بغداد الله يسأله عنها. هي الشفافية الروحية اللي صارت عنده لما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبل النبي شو كان؟ دخل مرة النبي عليه السلام قاعدين عم يسألوا النبي بدون غرض، فسيدنا عمر وعم كلهم عم يغنوا ما يغنوا قعدوا على الدفر، في منهم فات تخبى بالأوضة. قال لهم ويحكنا أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟
نبي بيناتكم بانكم أخذين لقيمة. أنا بتخافوا مني؟ طلعت أم سلمة وقالت له نعم، نهابك أكثر من رسول الله، لأنك رجل فظ غليظ، ورسول الله لطيف صلى الله عليه وسلم، نحن نخافك كأنك فظ غليظ. اتغير عمر من فظ غليظ إلى ملك لطيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل إنسان إذن يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه. جوهر نفسك شو هو؟ تمشي فيه. الحمد لله، الحمد لله. إن كانت نفسك مشرقة خيرة طاهرة صدرت عنها الفعال الصالحة والأعمال الخالصة لله، التقية الفاضلة الكريمة. وإذا كانت النفس كدرة نذلة خبيثة كمان ظلمانية صدرت منها الأعمال الظلمانية والخسيسة الفاسدة، بيطلع منه النقص. ليه؟ هذا الأصل. ومن قبل قالوا اللسان ترجمان القلب. نفسيتك في قلبك، لسانك بيعبر عن ما في قلبك. فإذا اللسان عبر بالكلام النوراني الطاهر الصافي، دل على أن القلب طاهر والنفسية طاهرة. وإذا اللسان طلع منه النقص والانحراف والكلمات الباردة، معناتها من جوا معبى خبث، من جوا في ظلمة ما في نور. الإنسان بيعرف حاله من إنسان. شوف لسانك، إن أكثر ذكر الله معناتها قلبك معمر بالله. وإذا كان لسانك أكثر بالسب والشتم والكلام النائس والغني، معناتها من جوا كل إناء بما فيه ينضح. أنت الإناء ولسانك النضح، ماذا ينضح؟ بيعبر عن حقيقتك. فأنت إذن مشاكل للأصحاب اللي أنت معهم. إذا ساءت أعمالك منات أصحابك على سوء، وإذا صلحت أعمالك منات أصحابك على أهل استقابة وصلاح. فالذي يشاكل الخير يعمل الخير وينتج منه الخير، والذي يشاكل الشر يعمل الشر والفساد ولا يظهر منه إلا ذلك. قل كل يعمل على شاكل. كل واحد منكم بيعرف حاله، أنت على صلاح أو على غير صلاح. ممكن والله أنا يعني بعض أوقات بيطلع خلقي بيطلع مني كلام. الله قال وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بيجي يوم القيامة نصف وشه أبيض ونصف وشه أسود، أبيض وأسود، وش شكلين، نص أبيض ونص أسود. كان يعمل الصالحات ويعمل السيئات، تجي صفة عمله. بكرة يوم القيامة الله يعفي عنا، نبعث من القبر بكرة كل واحد يبعث على صورة عمله. هي يمكن الناس ما سمعوها لسه. نخرج من القبر على صورة العمل. واحد بيخرج من القبر على صورة الملائكة، واحد بيخرج من القبر على صورة الذئاب، على صورة الضباع، على صورة الأفاعي، على صورة العراتيل والعقارب. مين هذا فلان؟ عقرب؟ هيك كانت أعماله، كان دائما يلدغ، يأذي هذا ويأذي هذا، يأذي هذا ويأذي هذا، يبعث على صورة عقرب. هذا كان إذا واحد أراد خير كان بخ السم فيه، هذا كمان كان في الحياة يقعد مع هذا بخ السم في نفسيته ضد فلان، بخ السم في نفسية فلان نمام. فنبعث يوم القيامة على صورة الأعمال. كنت في الحياة ذاكرا مذكرا داعيا مبلغا
تبعث على صورة الأنبياء حسب ما يكون دعوتك قائم فيها تبعث على هذه الصورة. فإذا من الآن إخواني هي الآية الله عز وجل أنزلها هلا نزلت علينا، وأنا عم بحكيكم قل أنا عم لكم كل يعمل على شاكلته. مين مشاكل أنت؟ مين مصاحب؟ لمين بتحب؟ لمين بتجالس؟ فأنت نسيبه وشريكه بل أخوه، أنت وياه في القتين، هو وجه وأنت وجه، على إيمان واحد، حب واحد، دعوة واحدة، ذكر واحد. هذا أما لا يمكن أن ينوجد يا إخواني إنسان يجالس الصالحين وبيحب السيئين، ما بينوجد. نوجد بين اثنين الله ذكرنا إياهم في القرآن، زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط. لذلك الله ما حطهم بالمؤمنين، قال وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. جسمها مع زوجها لكن قلبها مع عدو زوجها، هذه مع سيدنا نوح لكن قلبها مع قومها، هذه مع سيدنا لوط لكن قلبها مع قوم لوط. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ما بيشفعوا له سيدنا نوح سيدنا لوط، ما بيشفعوا له أزواجهم. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نوح زوجة لوط لكن قلبها كان مع أعدائه، تحشر مع أعدائه. فيبعث الناس على نياتهم، شو نيتك اللي كانت؟ تبعث عليها يوم القيامة. نيتك هداية الخلق، الله بيبعثك يوم القيامة مع الدعاة المرشدين، إما أنبياء الله وإما ورساء الأنبياء. هذا هي المشاكل من. لذلك كل إنسان فعله بيشبهه، وما يفعل المرء فهو أهله، شو عملت أنت من أهل العمل. فجل جلال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، بيحطوا له السماد وبيحطوا له وبيطلع هيك غصب من عنده، بيطلع هيك بين الأرض الطيبة عم يطلع. الأرض أول عندي زرعتها زرعت شوندة، طلع راس الشوندة كيلو ونص وهو مثل القطر حلو. هذا أول ما انزرع طلع أرض طيبة، أرض طيبة بتنبت بتطالع الزرع حلو. أما أنت كانت الأرض خبيثة ملحة ما فيها عناصر النفع ما بيطلع الزرع. فإذن الآية بيان أنه دلائل الفطرة الموجودة في الإنسان والشاكلة الموجودة في الإنسان إما شاكلة خير وإما شاكلة شر. قل كل يعمل على شاكلته. أنت هلأ في الجامعة تحضر درس واحد وشيخ واحد لكن كل واحد له شاكلة. كواحد قال إذا بدي أسألكم كلكم يا هل ترى بتوفوا بالوعد بوقته؟ واحدة ما رح نحكي أكتر، واحد واحد الساعة 5 أنت بيجي؟ في واحد بيجي 5 إلا دقيقة بتلاقي واقف على الباب، واحد بيجي 5 ودقيقتين 5 و5، واحد بيجي 5 و10، واحد 5 وربع.
كل واحد آخذ من النفاق جزء. يلي إجا بوقته هذا المؤمن، يلي إجا متأخر دقيقة دقيقتين على مقدار التأخير فيك من النفاق، على مقدار التأخير موجود فيك من النفاق. فشوف حالك قديش بتتأخر، واحد ساعة خمسة إجا ساعة خمسة ونص، 30 دقيقة، 30 دقيقة كم ثانية بيطلعوا؟ 1800 ثانية. ما هي فيك من النفاق 1800 ثانية. متأخر هكذا. هاي وحدة وفاءكم يا هل ترى كلكم مثل بعضكم؟ هل أنت وفي لمن علمك؟ هل أنت وفي لمن رباك؟ هل أنت وفي لمن ذكرك؟ شو وفاءك؟ في واحد ما عنده وفاء، في واحد كله وفاء، في واحد جزء وفاء. قل كل يعمل على شاكلته. طيب الصدق في الصحبة كلكم مثل بعضكم؟ لا. قل كل يعمل على شاكلته. صدقك في الصحبة وين؟ في واحد صدق في الصحبة، بذل حياته، بذل وقته، بذل عمره في الصحبة، هذا صاحب في الدار الآخرة، صاحب هذا أنه صدق. واحد أعطيها 5%، واحد أعطيها 2%، واسمه صاحب. لكن هل يوافى هذا مثل هذا يوم القيامة؟ لا. قل كل يعمل على شاكلته. فإذا كان كل واحد يعمل على شاكلته، فالله تعالى إذن يقول لنا في الحديث القدسي: يا عبادي، جل جلال الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. صمد لك إياها بعدين بيقدم لك إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. ما سمعت شيء. وجدت خير، إذا وجدت خير تحمد الله، إذا ما في خير فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يقول هيك الله رد لي، هيك الله خلقني، فلا يلومن إلا نفسه. الله خلقك على النقاء والصفاء والطهر، تلوم نفسك. قدامك طريق الخير وطريق الشر، ليش اخترت هذا ما اخترت هذا؟ العاقل أقل ما يكون يقول لا شوف هذا وشوف هذا أنا أفضل، أما ما شفت هذا شفت هذاك ومشيت عليه، هذا دل على أنه نفسيتك نفسية خبيثة ما فيها طهارة ما فيها نقاء. فإذا كان هاي ولا هاي دروس، الله قال إنا هديناه السبيل الطريق إما شاكرا وإما كفورا. يا بتشكر بتكون مع أهل الله، يا بتكفر ما بتكون مع أهل المعاصي والنقائص. فإذا فلا يلومن إلا نفسه. من أي ناحية بده يلوم نفسه؟ من ناحية أنه الله عز وجل أعطاك الاختيار، جعلك مختار، وقال ما لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أعطاك الاختيار. فليش اخترت النقص ما اخترت الكمال؟ ليش اخترت الطريق الأعوج ما اخترت الطريق المستقيم؟ في طريقين، طريق أعوج وطريق مستقيم. أنا بيوصي الأول طريق المستقيم، تركت الطريق المستقيم اللي بيوصلك بوقت قليل
ورحت درت الطريق المعوج حتى أخذ عليه نص النهار. فهذا يا ابني الإنسان على اختيارك، الله أعطاك الاختيار. فإذا ضيعت اختيارك وضيعت عقلك وضيعت إرادتك معناته أنت المسؤول. فلا يلومن إلا نفسه. فهالآية هي جل جلال الله، قل كل يعمل على شاكلته. الشاكل لسان ولا قلب؟ الشاكل شو هي؟ قلب وليست لسان. اللسان يعبر عن القلب، عن شاكلة القلب. فكأنه الآية إذن بتلوح عن ما تكنه الضمائر. شو مخبى بضميرتك بضميرك بيظهر على لسانك، شو مخبى بقلبك بيظهر على لسانك. ونقول ما فيك يظهر على فيك، هي حكمة. ما فيك يظهر على فيك. ما فيك من خير أو شر يظهر على فيك. في واحد بيسهر طول السهرة بتاخذ منه نكات وبتاخذ منه كلام أشكال ألوان، معناته قلبه منطوي على الأمور. في واحد السهرة كلياتها بذكرك بالله، قلبه منطوي على الذكر. في واحد بذكرك بلقاء الله، قلبه منطوي على مخافة الله. واحد بيضيع لك الفرصة، هذا بده يجيب لك أرجيلة، وهذا بده يجيب لك الشاي، وهذا بده يجيب كله له بله. فهذا كل واحد إذن إله على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. فإذا كل إناء بما فيه ينضح، وكل لسان بما في القلب يتكلم. الكلام صفة المتكلم. وما خامر العقول القلوب فعلى الوجوه أثره. ما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره. صلاح بيبدأ بيظهر على الوجه، والشقاء بيظهر على الوجه. في واحد بشوف وش لا إله إلا الله بسام جميل، ترتاح لما بتطلع فيه. في واحد لما بتطلع فيه تكرهه من قلبك، ما في بينك وبينه معامل، لكن لما شفته سبحان الله القلب نفر منه. شوف حياته بتلاقي حياته كلها عكس حياتك. لذلك صار في نفور بين روحك وبين روحه. وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال ما أسر عبد سريرة، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها. الله بلبسك توبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله بلبسك توبها. الصالح بلبسه توب الصلاح، الشقي بلبسه توب الشقاء، الهازل بلبسه توب الهزل. كل واحد بلبس توب يلي بده اياه هو. فسيدنا عثمان قال ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في حديث تالي قال عليه الصلاة والسلام من كانت له سريرة
صالحة أو سيئة ألبسه الله، أما تلحقوه؟ ألبسه الله عز وجل منها رداء يعرف به. شو البدلة اللي لبسك ياها؟ الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبلبسك ثوب عملك، فلان ونعنه ما شاء الله من الصالحين، مين لبسه ثوب الصلاح؟ الله، لأنه قلبه صالح، صلح قلبه لمجالسة الله فسمي من الصالحين، صلح قلبه لاتباع الشريعة فسمي من العلماء، صلح قلبه لأن يكون حبيبا فسمي من أهل الحب، على حسب صلاح القلب. وهناك حديث لكن يشرى بماء الذهب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، ليس لها باب ولا قوة، لا في طاء ولا في باب، مغطى مسكرة، صماء مسكرة وانت جواتها، قال: لخرج عمله للناس كائنا ما كان. صلى الله عليك يا رسول الله. وين عم يعمل؟ بوسط الصخرة ومسكرة صماء، لا لا باب ولا لا شباك ولا لا. لخرج عمله للناس كائنا ما كان. فإذا الناس قالوا عنه حرامي، الله لبسه الثوب. بعض الصالحين عم بقرأ كان يقول كان ماشي في الطريق، فالولاد هربوا، يا اخي شبان هربوا، اخي جاي هذا يلي بيلعب بالقمار، جاي لعيب بالقمار، هربوا قال، هربوا من الطريق. قال: فقلت: يا رب كشفت سر للناس، حتى الاولاد بيعرفوا انه مين حاكي للولاد. فراح على البيت تغسل وعاهد الله على التوبه ونوى التوبة. في اليوم الثاني ماري من نفس الشارع والولاد عم يلعبوا، فاجتمعوا الولاد، اجتمعوا تعوا غير، قال: اجى التائب الى الله سفقوله، اجى التائب سفقوله. قال: الله اكبر، ما هدول اللي امبارح شهدوا انه لعيب مار، اليوم شهدوا انه مين لبسوا هالثوب؟ ما بين صباح ومساء، امبارح قالوا عنه لعيب مار، اليوم شو قالوا عنه؟ تائب. صدق رسول الله، صدق رسول الله: لو أن أحدكم يعمل في صخرة. إذا العمل ابني مال الناس، بينك وبين الله هذا العمل، دعوة، سفر، حضر، مع قريب مع بعيد، الله عز وجل ينظر إلى العمل. فإن كنت صادقا ألبسك رداءه، ما صالح ألبسك الرداء الثاني، بين نية ونية. مبارح كان لعيب أمار، اليوم شو صار؟ صار تائب، اركضوا وراء التائب، هذا حبيب الله، حبيب الله التائب، حبيب الله، اركضوا وراء. قال: فجلست في الطريق أبكي، يا رب من مبارح لليوم الأطفال ذاتهم مين اللي علمهم؟ ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة.
لذلك اشكروا الله وأخلصوا العمل لله، وراقب الله في عملك، ما تراقب الناس. الناس ما بيطلع منهم مني لا خير ولا شر، لا بيأذوا ولا بينفعوا. النفع والضر بيد الله وحده. اوعكم تتعلقوا بين الناس، شو اوعكم تتعلقوا بالناس، لا بينفعوا ولا بيضروا. النفع بيد الله والضر بيد الله. أصلح فيما بينك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين خلقه، بينك وبين الله. لا تخلي لأحد عليك مني، المني كله بفضل الله عز وجل. هذا الحديث اللي كتبناه رواه الإمام أحمد، لكن في حديث أوسع شوي ممكن هيقوله شيء 10 سطور مائين. هذا إن شاء الله بدي أحفظه أنا وياكم، أنا حافظه بس نسيانه، كتبته مشان أتذكره أنا وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من المؤمن؟ النبي عم يسأل أصحابه. أنا هلا رح أسألكم نيابة: من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: المؤمن الذي لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب. يا سلام، هذا المؤمن لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب. واحد بيقول له الله يطولنا عمرك، واحد بيخلي لنا اياك، واحد بيقول له يا حبيب الله، واحد بيقول له يا ولي الله، واحد بيقول له هذا كله. لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب. ولو أن عبدا اتقى الله في جوف بيت، ولو أن عبدا اتقى الله في جوف بيت إلى 70 بيتا، البيت الغرفة بصدف 70 غرفة، على كل بيت باب من الحديد، على كل بيت باب من الحديد. 70 غرفة، 70 باب حديد مفولين، لألبسه الله رداء عمله. وين عم يعمل؟ جوات بيت، جوات 70 أوضة، وكل أوضة عليها باب حديد. قال: لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث الناس بها ويزيدون. بيحكوا عن العمل وبيزيدوا عن العمل. قالوا: وكيف يزيدون يا رسول الله؟ طيب هذا عمل العمل، حكوا العمل، شلون بيزيدوا؟ قال: لأن التقية، لأن التقية لو يستطيع أن يزيد في بره لزاد. لو بيحسن يزيد بعمله أكثر لزود أكثر. فلذلك بيذكروا له عمله وبيزودوا عليه. ما شاء الله، بيكون عامل حبة بيعملوا له اياها هبة، بيكون عامل حبة يعني صارت بطيخة، صارت هبة. هو شو عامل؟
ويزيدون، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكافر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره. هذا بيقول مرائي، وهذا بيقول منافي، وهذا بيقول مستعمر، وهذا بيقول بالمال كذا، كل واحد بيحكي شكل. لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره، ولو أن فاجرا فجر في جوف بيت إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد، لألبسه الله رداء عمله حتى يحدث به الناس ويزيدون. قالوا: كيف يزيدون يا رسول الله؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن الفاجر لو يستطيع أن يزيد في فجوره لزاد، قاعد على التلفزيون ساعتين ثلاثة، لو صار له فيديو بيحط فيديو، ولو صار له غير فيديو انترنت بيحط الانترنت، لو بده بيزيد. فلذلك بيقولوا فلان يخرب بيته شو عمله، هذا واحد سائق، هذا واحد كذا، هذا واحد كذا، الناس بيزيدوا. فبدك تلبس ثوب العمل: أخلصوا عملكم واصدقوا مع الله عز وجل، وقل كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد على شاكلته، يعني حسب طبيعته بيعمل. فليس الصالح كالطالح، وليس المسيء كالمحسن، وليس العالم كالجاهل، ما ظنوا انه يلتقوا سوا. الغني مثل الفقير، هذا معه مليون، هذا ما معه 10 ورقات، هذا مثل هذا. قل كل يعمل على شاكلته، فخلي عملك يناسب إيمانك، كل واحد عمله يناسب إيمانه. لا يليق بالمؤمن أن يشاكل منافق، ولا يليق بالصادق أن يشاكل شاكل الكذاب. تمشي على شاكلته، تمشي معه، وهذا ما ممكن. ولا ممكن للمحسن يمشي مع الغدار، ولا يمكن للوفي يمشي مع المخلف، هذا ما يمشي مع هذا. كل واحد له طبيعة، وإذا كان كل واحد له طبيعة، كل واحد بيدور على صاحب الطبيعة تبعه. فإذا التقيت أنت بمن على غير شاكلتك، شو بدك تعمل؟ اسمعوا هالكلمة: لا تكن، لا تكافئ من عصى الله فيك.
لا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه. هو عصى الله وسبك وشتمك، أنت قابله بما يرضي الله، مسامحة وادعي له وترك وامشي. لا تقابل الشر بالشر. أما يقول والله إذا بيسبني بكلمتين لسبه عشرة، ولا رد له الصاع صاعين، هذا ما من الإيمان. المؤمن لا يرد الصاع صاعين، ولكن يعفو ويصفح. هذا الله لا يمتحننا، يعني ما بنعرف إذا امتحنت شو بتكون يا ترى. ماشي بالطريق وجا واحد طرقك رماك بالأرض، شو بتعمل؟ خاصة إذا كان بإيدك حاملك شيء هيك صحن فول وأخذه على البيت، طرقك رمالك الفولات على الأرض، شو بتعمل؟ هات لشوف شو بتساوي أنت؟ الله يهدنا، تفز طبوا فوق من هون. طب لا، ممكن زحلة مو بإرادته. ولو كان إلك في هالفولات نصيب، ما رغمهن على الأرض، معناتها ما في نصيب. فبتلف الله يعطيك العافية ابني، الله يرضى عليك. انتبه مرة تانية، انتبه مسألة لك عفوا لا تأخذنا، قال خلص الله مرة تانية انتبه يا ابني، مع السلامة. أطيع الله في من عصاك، هو عصى الله فيك فأنت أطيع الله فيه. أتى رجل وقال له، لا أظن أحد أهل بيت النبي، قال له والله لا أسمع عنك 100 كلمة. قال له والله لن تسمع مني كلمة، أنت بسبني 100 كلمة، أنا ما بحاكيك ولا كلمة. سب هو ده واقفة. خلصت؟ قال له قبل ما أفوت للبيت إذا في شيء لسه أكملها حتى ما يسمعوك الأحباب يسيئوا إليك، في شيء لسه أكمل. إخ ما زعلت كل هذا المزاد؟ ليش بدي زعل؟ عم تحكي حكي. كل واحد عنده إناء بفضي اللي بإناءه، فضي. اجى مره واحد في الدرس قال لي انت واحد منافق، واحد منافق انت واحد. ضحكت، قلت له صدق رسول الله حيث يقول المؤمن مرآة اخيه. هو شو فهم؟ فكر حاله هو المراية وكشف نفاق الشيخ. المؤمن مرآة أخي، شو بدأ أكثر من هيك؟ أخذت حصتي من غير ما لا تغضب ولا تنفعل ولا لا إله إلا الله. فإذا خلي الإنسان ما استطاع يكون على شاكلة الإيمان، على التقوى والهداية. فالتشاكل في الخير وفي الشر، طبعا الإنسان ما بيجالس إلا من يتناسب معه، هي درس عام في الحياة كلها. ما بتجالس إلا اللي بينك وبينه نسبة، في نسبة بتجالسه وبتصاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأرواح جنود مجندة، تلاقى بمعنى تتلاقى، تلاقى فتشام، بتشم بعض البعض كما تشام الخيل.
شلون الفرس بشم ريحة الفرس، الحصان بشم ريحة الفرس، هيك الأرواح بشم بعضها. فما تعارف منها على شاكلة التقوى والهداية ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا نخيل النبي ما أحلى، ولو أن مؤمنا جاء إلى مسجد فيه 100 منافق ليس فيهم إلا مؤمن واحد جاء حتى يجلس مع المؤمن. 100 واحد بدور حتى يجي يقعد يلي بيتناسب معه، بيقعد قدام المؤمن. ولو أن منافقا جاء إلى مسجد فيه 100 ليس فيهم إلا منافق، 100 مؤمن ومنافق واحد، جاء حتى يجلس معه أو إليه. قدامه، طيب شو اللي عم يجذبه؟ جذب شاب كريم يجي يقعد موج الشيخ، شو اللي جذبك؟ تاني بيجي بيقعد بعيد، تالت بيجي بيقعد، مين اللي جذب؟ في روح عم تلتقي، بيشموا بعضهم بعض، تشام، تلاقى فتشام، روح بتشم الروح، أكثر من ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم، وما رأى أحدهم صاحبه قط، ما شافه لسه ولا بيعرفه، لكن تلتقي روح قبل بيوم. لما بيشمع سبحان الله لك والله أنا من ساعتين عم بذكرك، إجا شيخنا كان الله يرضى عنه نايم بالغرفة اللي كانت فوق نايم، شاف بالمنام انه ابن عمه جاي من الاردن، فتح عيونه رفع الحاق طلع، فتح الباب طلع ابن عمه واقف على الباب، قال له والله شفتك بالمنام انه جاي. هي ارواح المؤمنين تتلاقى وتشام صلى الله عليك يا رسول الله قبل مسيرة يوم، وما رأى أحدهم صاحبه. ورد أنه كان في امرأة في مكة كانت مضحاكة، يعني بتحب الضحك كتير، هاجرت إلى المدينة. بالمدينة كان في امرأة كمان بتحب الضحك كتير، يومين تدور بالمدينة ما كانت تلاقي بيت تسكن فيه، اجت لعندها المضحكة، نزلت عندها، دخلت ستنا عائشة شافتهم، حكت لها اللي جاي من مكة، قالت لها بتعرفيها لهي؟ قالت لها لا والله ما بعرفها، ولكن التقينا هلا وتعارفنا. فقالت صدقت يا رسول الله، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر من اختلف. بيطلع الواحد من بلد لبلد بيلتقي مع لا إله إلا الله. طلعت على الهند ما بعرف حدا بالهند لأول مرة، بيستقبلني نور العلماء، حوالي 90 سنة، نور العلماء شيخ المشايخ يعني،
يستقبلني من على الباب، اطيله بيدي، البيعة ايده عم تدري، قلت له طول بالك لنفوت لجوا بس من الباب. شو اللي طالعه 90 سنة عم يستنى على الباب بده الشيخ لحتى يشوف الشيخ بس؟ هي في نسبة. واحدة تانية الاخوان قالوا لي في عنا جلسة وفي عنا راحة، شو رأيك الراحة ولا الجلسة؟ قلت له لا ما بدي راحة على الجلسة، هذه المسافة طويلة. على بركة الله مشينا بالسيارة 6 ساعات بالسيارة عم نطجطج طجطج حتى وصلنا. والله بتستغربوا يا اخوان، لما وصلنا للبلد بدنا نروح نزور الرجل اللي رايحين لعنده او الجمعية، بيستعرضونا بالطريق بيقولوا الشيخ الفلاني توفى، وموصي قبل ما يتوفى لا تغسلوني وتكفلوني لا تصلوا علي حتى يجي شيخ ابن الشام بيصلي علي. دخيلة بده الشيخ ابن الشام. أنا والله ما بعرفه ولا لي شايفه، أي إنه بده يجي شيخ ابن الشام واصف وصف الله عز وجل يتغمدوا برحمته. فتنا لنصلي عليه، الناس كلياتها، الشيخ جاي من الشام، هذا الشيخ اللي حكى عنه شيخنا، هذا الشيخ اللي قال. صلينا عليه حتى حسين اطلع، الشيخ قايل لهم الشيخ اللي جاي من الشام كذا كذا، اشتغلوا بالتمسيح واشتغلوا بالبوسي واشتغلوا شوفي شيخهم من الاولياء، قال لهم بده يجي شيخ من الشام يصلي علي لا تكفنون لا يجي يصلي علي، حاطينه بالمحراب لا يجي الشيخ من الشام. اجى الشيخ من الشام 6 ساعات بالسيارة طقطقطق عم نطرطق حتى وصلنا مشان نصلي عليه. نعم بعد ما صلي عليه نروح على الجلسة. رحنا على الجلسة، كان الجلسة بدل ما يكونوا 20 مجتمعين 300-400 واحد. هذا يا ابني شغل الله، ارواح عم تشتغل، انت مالك عارفان شو صاير. طلبوه لهون جيبوه خذوه شوفي، بيقولوا ما بتمشي ليمشيك الله. ترتيب الله، تدبير الله، روح وتعرف. رحنا لعند نور العلماء تقينا جمع 32 شيوخ البلد كلهم على ركبهم رأسهم بالأرض، ما واحد طلع خير، قال هدول كلهم يريدون البيعة. أنا بدي أعطيهم بيعة. قال الشيخ عبد الله الدهلوي علم شيخ مولانا خالد، مولانا خالد أخذ الطريق إلى الشام، أنت جبت لنا الطريق من الشام بدنا نعيده إلى الطريق، عادوا إلى الطريق بيعة. علماء مؤلفين، هذا من هون للهند مشان كم واحد، من هون لأندونيسيا مشان كم واحد، السفرة الأخيرة مو لأندونيسيا، طلعنا ما بعرف شو اسم البلدة اللي أخذناها حاصل سومطرة، على سومطرة وعلى ما بعرف والله وين، والله ما بعرف البلدان اللي بروحها أنا. وهذا كمان جمعية أهل التصوف في أندونيسيا،
مشايخ أهل التصوف في أندونيسيا، فتح المركز، قد الجامع عدن، قد منكم أو أكثر شوي. كل واحد عنده حضرة ومضرة. قعدت معهم ساعتين ونص، فشيت قلبي. لما فزيت بكبار رهجموا علي، قالوا اللي احنا كنا اموات واليوم بدأت حياتنا، اموات واليوم بدأت حياتنا، لقد قلت كلاما لا يمكن لأحد منا أن يتكلم فيه. لنا شو أنتم مشايخ؟ أول وحدة، إذا أنا بدي أسأل واحد مسألة شرعية لمين بدي أسأل؟ كلكم طوائي مثل بعضكم بعض، وكلكم مشاكل مثل بعضكم بعض، شو بيعرفني أنت شيخ أو أنت عالم أو أنت؟ وين صفتكم بالسنة؟ وين لحيتكم؟ وين عمائمكم؟ قالوا لي هذه واحدة لك علينا. البعض منهم عم يشرب سيكارة، شيخ طريق تشرب سيكارة كمان. شرحت فيك طفوا السيكارة، قال نحن بنعرف مباح، لا حرام، صار سيجارة حرام، طلعت الفتوى فيها، طلعت. خلاص طفيت، حرمناها على حالنا. منين جيتنا أنت؟ هذا كلمني. الأرواح من بلد لبلد في شيء، يعني الله أراد شيء في هالزمن هلا، بده يكون إن شاء الله شيء، وأسأل الله التوفيق. أرجو الله يا أبني ما بيمر الزمن إلا بتسمعوا الإسلام زغرت في شرق الأرض وغربها، رغم ما لحنا عليه هلأ، لسه جاي أيام الإسلام سينتصر في كل البلاد. وأرجو الله، الله يجعلكم نصيب فيه نجاح الإسلام في هالعالم كله إن شاء الله، ربي عز وجل بيجعلكم نصيب فيه. لذلك من الأرواح جنود مجندة، فإذا كل واحد من نفسه طلع نفسه شو هي، شو فيك استعداد. واحد يكون قاعد هلا، كلكم كون قاعد، بيجي لبالك والله بدل ما لي قاعد لأقوم أذكر الله شوي، فمسك المسبحة وقعد الله الله. واحد يكون قاعد افتحوا لنا التلفزيون لنتفرج شوي. واحد بكون قاعد دقوا لجارنا خلينا نلعب لنا شي دقين، شو دقين برسيس. كل واحد على شاكلته، كل واحد على شاكلته. بقى انت من انين؟ بتحب القرآن ولا بتحب الذكر ولا بتحب الشدة ولا بتحب التلفزيون؟ قل كل يعمل على شاكله. بتعرف حالك من ميلك شو بتميل. فأما المؤمن، يا الله، أما المؤمن فلا يشغل بغير الله ولا يلتفت لغير الله، يا سبحان الله. فإذا كان المؤمن ذاكر لله بيميل نحو الأرواح الذاكرة، إذا كان محب لله بيمين نحو أهل الحب. يا أخواني تيقنوا أنه والله ما في خطوة إلا بتقدير الله، بتقدير الله. فإذا كنت مع الله جل جلال الله، إذا كنت مع الله قدر لك الخير أينما كنت. فهي الآية الآن، قل كل يعمل على شاكلته. الله عز وجل قال إذا كنت جاهل وما بتعرف، الله عمي لك فاسألوا
فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا إذا كان إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل العلم. ليش قال اسألوا أهل الذكر؟ ما قال اسألوا أهل العلم. ليش ذكر أهل الذكر ما ذكر أهل العلم؟ ما نسق الآية شو لازم يكون؟ فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. ألا فاسألوا أهل الذكر، لأن أهل العلم مقيد بحرف، وأهل الذكر مقيد بنور. هذا بيعطيك حرف، هذا بيعطيك نور، وأنت بحاجة إلى النور أكثر من الحرف. هذا بيقول لك قال العلماء كذا، هذا بيقول لك قال الله تعالى. في فرق؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصعد النبي على المنبر فقال سلوا الله علما ينفع، سلوا الله علما ينفع. على المنبر سلوا الله علما ينفع، واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. وهي على مسيرة انه الارواح جنود. اليوم وانا جاي بالشارع بالطريق، وانا جاي بالطريق خطر لبالي حديث صلى الله عليه وسلم: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. خطر ببالي هالحديث عم كرره: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. عم فكر بهالحديث، جيت وجدت الحديث مكتوب قدامي. مين كاتبه؟ أنا خطر ببالي مين كاتب الحديث؟ في شيء يا ابني من وراء العقل. العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة. بالسؤال الله بينفع أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. ما بس السائل والمستمع، المستمع والمحب لهم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكون الخامسة فتهلك. شو الخامسة؟ أنه يكره العلماء ولا يحب العلماء، هالك. العلم خزائن. لما بقعد مع الأخوان نسأله، المفروض المسلم دائما طول النهار شو بيجي لباله؟ يسجل. بعد مع الشيخ بيسأل، بينفع وبينتفع. أما بنقعد ما بنسأل، ما تسألوا ما لنا بحاجة للسؤال. ضيع الخير له، ضيع الخير على الإخوان، ضيع الخير على أهل الحب. تعال، العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. معناته السائل الله عز وجل ينزل عليه رحمة من عنده. لما بتسأل في رحمة انتفع وانفع. فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. وفي حديث: العالم والمتعلم
العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. يعني ما بيكون على علم أو تعلم لا خير في سائر الناس، يلي لا تعلموا ولا علموا. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. صلى الله عليك يا رسول الله. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد شاف حلقتين في الجامع، حلقة عم يتعلموا العلم وحلقة عم يذكروا الله، حلقة ذكر وحلقة علم. فنظر النبي إلى الحلقتين وقال: ألا كل على خير؟ هدول على خير وهدول على خير. هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. لو واحد فات درس علم وجالسين في الذكر، وين بيقعد؟ مجلس العلم. أيهما أفضل، مجلس العلم ولا مجلس الذكر؟ مجلس العلم. مجلس العلم بيدلك على الذكر، ومجلس العلم بيعرفك الذكر، ومجلس العلم بيوحد قلبك في الذكر. بده علم، أما بدون علم. فالنبي جلس في مجلس العلم وقال: إنما بعثت معلما، وجلس معهم. نختم لكم الدرس: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. جايتكم الصبح على الجامع، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. حج كامل الحجة. هلا الحجاج اللي طلعوا يا ترى راجعين كاملين الحجة؟ أما هون النبي عم يعطيك إياها كامل الحجة. لذلك هالآية اللي نحن قرأناها عم تبين حالك مع الله. إذا شاكلت الذنب الله غفور رحيم. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هي آيتين ثلاثة. لذلك إذا حالتك مشاكل الذنب توب إلى الله عز وجل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بالله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هي بشارة من الله عز وجل. فهون إذا كان شاكلك الفقر فالتجئ إلى الغني. مين الغني؟ الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإذا كان شاكلك الذل فالتجئ إلى الله هو العزيز، هو العزيز الحكيم. فإذا شاكلك الأخذ بدك بس تأخذ، بس بدك مال، فالله هو المعطي. خذ منه، خذ منه، لا تأخذ من الخلق. عطاء الخلق فيه الشح، وعطاء الله فيه السخاء. فخذ من السخي، لا تأخذ من الفقير.
الصحابي رضوان الله عليهم، لا يعود الدرس للمغرب شيخ، صحابي رضي الله عنهم بس تنتفعوا من هالآيات إذا كان سجلتوهم. صحابي رضي الله عنهم اختلفوا أنو آية أجمل آية في القرآن أو أحسن آية في القرآن. القرآن كله جميل كله حسن، بس كل صحابي أخذ ما يناسبه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. أحلى آية لقاها في القرآن الآية: فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. ما دمت دائما مع الله دائما المغفرة حواليك، أما إذا شاكلت العباد فدائما معصية. وقال عمر بن الخطاب، أي تحفة حبيت أتحفكم فيها، قال سيدنا عمر: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن، فيها الرجاء أكثر وحلوة من قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. هي لقاها سيدنا عمر أحلى آية، الحمد لله. غافل الذنب وقابل التوب، بيغفر الذنب أما التوب. وقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى وأحسن من قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله يرضى عنهم. كل واحد أخذ شيء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الإمام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه: قرأت القرآن كذلك فلم أرى آية أرجى من قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن الحياة، بدك الأمن، هي آية الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني ما أدخلوا على إيمان الشك بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذن ربكم وربي ورب جميع الخلق أعلم بك وبما في نفسك وما يدور في قلبك. ونرجع للحديث في أول البحث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فربكم أعلم، ربكم يعني الذي رباكم
وأوجدكم من عدم وأنعم عليكم بالعافية والقوة والقدرة، فربكم أعلم عليم بما يحيط بك وبما يختلج في صدرك، الله عليم بمن هو أهدى سبيلا. مين اللي الله أكرمه بحب الصالحين؟ مين الله أكرمه بالتقوى؟ مين الله أكرمه؟ الله أعلم بهم. والله يقول: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو اللطيف خبير. من شدة اللطف ما رأيته، ما شفته، من شدة اللطف هو معك وهو معكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما شافوا من شدة اللطف، لطف الهوى، شايفين الهوى شيء؟ هذا مخلوق. فإذا المخلوق ما رأيته، فترى الخالق أعلم. ربكم أعلم بمن هو أهدى، بمن هو أهدى سبيلا. وإذا كان الله لا تخفى عليه خافية، فمعناها سيجازي كل إنسان بما يستحقه جل جلال الله. كونوا مع الله على صراط الله المستقيم وعلى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكونوا على الطريق الأمثل. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.